بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. لما دخل سيدنا موسى عليه السلام المدينة التي أشار إليها القرآن الكريم على حين غفلة من أهلها، فقد كانت ساعة ظهيرة، قد أوى الناس إلى بيوتهم للراحة فيها، وكانت المدينة خاوية من الناس. وجد سيدنا موسى عليه السلام فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته، كان رجلا من بني إسرائيل، والآخر من أعدائه، كان قبطيا من جماعة فرعون. فسأله الذي من أتباعه أن يخلصه من هذا القبطي، لأنه كان ماسك فيه وبيتشاجروا وبيتخانقوا مع بعض، وهو عايز يخلص من إيديه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فقام سيدنا موسى عليه السلام بوكزه بأطراف أصابعه، وقيل بكفه، فمات هذا الرجل من غير قصد منه، لأنه وقع، يعني وقع على الأرض. هو بيحوش سيدنا موسى عليه السلام، بيفصله أو بياخد هذا الرجل الذي من شيعته من يد ذلك القبطي فبيزقه. وسيدنا موسى عليه السلام كان قوي البنيان، الوكز لا يقصد به القتل في الظاهر، لأنه مجرد الدفع، هو بيدفع بين الاثنين، بتدفع واحد في صدره حتى تدفعه بعيدا فلا يتشاجر مع الآخر. وبيأكد المعنى ده ما ورد في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي من غير المتواتر، ورد فلكزه باللام بدل الواو، وعنه أيضا فنكزه بالنون. اللكز والنكز بيفيد التهوين من فعل سيدنا موسى عليه السلام، إنه ما كانش دفع، إنما بيدفع كده، مش الدفع اللي بعنف، إنما بيفصل بين الاتنين اللي بيتخانقوا، فدفع بذلك القبطي دفعا بأصابع يده أو بكف يده، لا تفضي إلى القتل، ولكن لأن سيدنا موسى كان قوي البنيان فسقط الرجل مغشيا عليه وثم مات بعد ذلك. قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني أول ما وقع مات على طول، وسقط القبطي ميتا على الأرض. فرجع موسى في الحال إلى نفسه مقبلا إلى رب على ربه سبحانه وتعالى، ونظر سيدنا موسى عليه السلام على ما بدر منه فأنكره مع نفسه، أنكره بشدة، فقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. واللي قاله سيدنا موسى من إن هذا الذي حدث من عمل الشيطان هو لا يقدح في عصمته عليه السلام، لكون سيدنا موسى لم يتعمد ذلك الفعل، إنما هو بيحوش ما بينهم فدفع بالرجل بعيدا اللي كان بيضرب هذا الرجل الذي من شيعته، فبيدفع بيقول له يعني كفاية ابعد عنه، فبيزق وقع مات. لم يتعمد سيدنا موسى قتل هذا الرجل، إنما ما كان من سيدنا موسى كان قتل خطأ. وسيدنا موسى لما قال يعني هذا من عمل الشيطان، عد هذا الموقف من عمل الشيطان، وسماه سيدنا موسى عليه السلام ظلم، لأن كل أذى بيحصل بين بني البشر من وقائع، من خناقات، من خلافات، من تناحر، من تباغض، من تقاتل، إنما هو من عمل الشيطان. لذا في الحال استغفر منه نبي الله موسى عليه السلام جريا على سنن المقربين في استعظام ما وقع منهم، ولو كان من محقرات الصغائر من الذنوب. يعني المؤمن دايما ما بيشوفش الذنب بتاعه شيء صغير، بيشوفوا شيء عظيم. ولذلك كما هو وارد عن ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والعاصي ده الكافر الذي يرى ذنوبه باستهتار يراها كذباب مر على أنفه. فالمؤمن دايما أي شيء الخطأ قبل العمد بيستعظمه، يشوفه حاجة كبيرة. عشان كده بالفعل مرت الساعات وسيدنا موسى عليه السلام يستغفر الله تعالى على هذه الجريمة غير المقصودة، هو تورط في هذا الأمر لم يكن عمدا منه عليه السلام، فظل يستغفر ويستغفر لهذا الدم الذي اقترفته
يده بغير قصد منه وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى خاشعا نادما متضرعا تائبا مستغفرا وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فقال ذلك نادما على فعله هذا وطالبا العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اعفو عن ذنبي، اعفو عن ذنبي ذلك، استره علي ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه، فأنت الله الستار الساتر على المنيبين إليك، اللي بيرجعوا لك، اللي بيتوبوا ويستغفروا ويطلبوا غفرانك وعفك بتستر عليهم لأنهم رجعوا. أنت المتفضل علينا بالعفو، أنت الرحيم بمن ارتكب خطأ فاعترف بذنبه وتاب واستغفر، لا تعاقبهم على الذنوب بعد التوبة، يا رحمن يا رحيم. فكانت النتيجة لدعاء سيدنا موسى كما أخبر الله تعالى في كتابه: فغفر الله له إنه هو الغفور الرحيم. يعني هو سبحانه وتعالى الستار لذنوب عباده المنيبين إليه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة والإنابة. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. من لطائف هذا الدعاء وإحنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار وأن يكتبنا عنده من الفائزين الأخيار، لأنه من جملة الأمور اللي بتساعد على تطهير القلب وتجلية القلب والإقبال على الله تعالى والتهيؤ للطاعة والعبادة، التوبة وطلب المغفرة من المولى سبحانه وتعالى. هو ده اللي بنفيده من دعاء جوهرة اليوم. ورد عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا سلمان عليه السلام أنه قال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، واستكثروا فيه من خصال، من أربع خصال، واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. إيه هما بقى الأربع خصال دول؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. يبقى أول حاجة اللي ترضي عنا الرب التوحيد، توحد الله لا إله إلا الله، وتستغفرونه، نكثر من الاستغفار. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا على هذه الخصال، هي في كل وقت مطلوبة ولكنها في شهر رمضان آكد، وهي آكد ثم آكد في العشر الأواخر. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. يبقى احنا نشغل نفسنا عموما في هذا الشهر المبارك وبالذات في العشر الأواخر إنه نسأل الله سبحانه وتعالى، أولا نعلن التوحيد فنقول لا إله إلا الله، نحن موحدون، ولكن نذكر القلوب وننعش القلوب بأنوار التوحيد بأنها تكون كلمة جارية على الألسن وكذلك متمكنة في القلوب. فأنت بتلح بلسانك لتذكر سائر الجوارح،
وهي متعمقة في قلب الإنسان المؤمن، أنه لا إله إلا الله، ثم نجأر إلى مولانا بالاستغفار، ندعوه أن يغفر ويرحم، ثم نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر صلى الله عليه وسلم من الخصال التي نرضي بها رب العزة سبحانه وتعالى، ذكر من ضمن الأربع خصال الاستغفار، فوجب ولزم على الإنسان المؤمن في كل وقت وحين أن يعود إلى ربه تائبا مستغفرا معترفا بذنبه. وهذا من خصال أهل الإيمان اللي بنداوم عليها، وهي آكد في هذا الشهر المبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا الدعاء المبارك الذي نحن في رحابه اليوم من خلال وروده في قصة نبي الله موسى عليه السلام. معنى هذا الدعاء إنه اعتراف بالخطأ والتقصير. ربي إني ظلمت نفسي، فأنت بتعترف، سيدنا موسى بيعترف بالخطأ والتقصير، حتى وإن كان عليه السلام وقع فيه لم يكن عمدا وإنما كان خطأ. بنذكر بمعنى هذا أو بهذه المعاني لأن ده أول مراتب التوبة الصادقة، اعتراف الإنسان بخطئه، بأنه يعترف المذنب بذنبه بين يدي خالقه طالبا وطلبا للرجوع إلى الطريق المستقيم. طالما أنت قلت أنا أخطأت يبقى أنت عايز تصحح مسارك، فأنت بتعترف بين إيدين خالقك أنك أخطأت، وتسأل الله ستر الذنب وقبول أنه يغفر سبحانه وتعالى، وإنك تصحح طريقك في السير بإنك تسير في سبل السلام. فيكون هذا الأسلوب في الدعاء أرجى لقبوله عند الله سبحانه وتعالى مع سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، مقترنة بالندم بعد الإقلاع. أنا بقول لله سبحانه، بعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى بإني ظلمت نفسي وإن أنا أخطأت، وبيعتصر القلب الندم، وأنا أقلعت عن الذنب، سبت الذنب اللي أنا كنت بعمله وتبرأت من هذا الحال اللي أنا كنت فيه، وبعدين صححت مساري في الدنيا عشان تكون التوبة دي تحقق فيها أركان التوبة الصادقة. ومن هنا بيتحقق بعد ذلك للعبد الاجتباء ويحصل له الاصطفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الاجتباء. ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني خصني بدعاء دايما أدعو به في صلاتي. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقد علم صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يسأل ربه المغفرة لذنوبه في صلاته. إن الإنسان أنت عندك موضع السجود من المواضع المجاب فيها الدعاء، والنبي أمرنا الأكثر من الدعاء فيه فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني جدير في هذا الحال الشريف أنت بتصلي وهذا الوضع الشريف إنك في السجود بين يدي مولاك سبحانه وتعالى، أن نكثر من الدعاء ومن ذلك أن نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. وذلك من أعظم حاجات العبد إلى ربه، أن يستر ذنبه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى بيفتح للعبد أبواب الخيرات، لأن الذنوب كالمانع من الإنعام، الذنوب كالمانع من الإنعام،
اللي بيقفل الأبواب في وش العبد كثرة الذنوب. فالاستغفار انت بقى عايز تزيح الذنوب دي، الصحيفة بدل ما هي مليانة بالسيئات تبدل إلى حسنات، لأنه العبد أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا صدق الإنسان في التوبة وتمت بجميع أركانها. فالذنوب كالمانع من الإنعام، الإنعام والخيرات أنت بتقفلها على نفسك بكتر ذنوبك. والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة بيمحي، الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة بيمحي الذنوب، فيرتفع هذا الحاجز وبتتفتح للعبد أبواب الخيرات والإنعام والتوفيق، ويمد العبد من حيث لا يدري ولا يحتسب، يمد بخيرات عظيمة، ويمده الله سبحانه وتعالى من فضله العميم. ومما ورد في بيان يعني فضل طلب المغفرة، إنه طلب المغفرة ده بيفتح على العبد أبواب من الخير عظيمة، ما جاء أن رجلا قد شكى إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، شكى له الجدب القحط يعني. فسيدنا الحسن البصري قال له استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر وقلة الذرية، فقال له الإمام استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه، إنه المية مش كتيرة، فقال له الحسن البصري استغفر الله. فقيل له، اتسأل، أتاك رجال يشكون؟ كل واحد جاي لك بمشكلة شكل، وانت كلهم تأمرهم بالاستغفار، فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال الحسن البصري، ما قلت من عندي شيئا، اللي انا جاوبتهم بيه ده ليس من عندي نفسي. إن الله تعالى يقول في سورة نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سيد الاستغفار أن يقول العبد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. وسريعا كعادتنا ناخد الأسئلة. أستاذة ياسمين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال وجاوبني عليه. يعني تفضلي. أبويا بيطرد أخواتي عشان ما بيدوهوش فلوس، أو مثلا يعني هم بيجيبوا مثلا 1000 جنيه يدوه مثلا 500 جنيه وياخد هم الباقي يصرفوه على نفسه، هو مش راضي بكده، يا إما ما تخشش عليا البيت. هم أخواتك دول متجوزين ولا عايشين معاه؟ لا لسه شباب، 2 واحد 22 سنة والتاني 28. لكن هم بيحاولوا يبروه، هو عايز ياخد الفلوس كلها. بس هما من ساعه ما بقى ياخد ويطردوه بيطردهم، بيقولوا ما تخشش عليا وما تخش تعيدوا معايا، وما بيكلموهوش
وكده هم زعلانين منه صراحة وقطعوا يعني الفلوس دي. بس والدتي يعني زعلانة ان هي ما بتشوفش ولادها وكده يعني، وانا الثانية برضو لاني حتى التليفون منعنا منهم يعني، شايف كل حاجة مادية يعني. هما بيسمعوكي يا ياسمين؟ يعني بياخدوا يدي بيكلموكي ولا؟ ايوه بيكلموني بس هم لا يعني ممكن يستمعوا لنصيحتك. ايوه. طيب شكرا يا ياسمين. معانا ست ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كل سنه وانت طيب حضرتك. وحضرتك طيبه وبالف خير وسلام. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال يعني. انا كنت عايزه الفلوس اللي هطلعها مثلا اللي فطرتها في شهر رمضان. انت ايه حامل ولا ايه؟ كنت لا انا الدوره الشهريه. لا الدوره الشهريه يعني انت عليكي ايام هتصوميها. هتطلعي فلوس ليه؟ ما انا ممكن ما اقدرش اصوم. ليه ما تقدريش تصوم؟ ما كده يعني عشان بتعب قلبي وبيوجعني. يعني الدكتور قايل لك ان انت ممنوعه من الصيام؟ لا انا ما رحتش كشفت بس انا لما بصوم بتعب. ما هو التعب ده لغايه ايه كده يا ام علي؟ نعم التعب ده بيوصل لايه يعني؟ التعب ايه؟ وصفه ايه؟ ما احنا كل الانسان هو التكليف بالصيام في قدر من المشقه، لكن قدر محتمل احنا يعني نتحمله، مش كله هيبقى حاجات يسيره. لكن لو بتودي بيا لهلاك هو ده اللي انا بساله، نوع المرض ازاي؟ على العموم انا هجاوبك. طب ماشي. طب حضرتك معلش لو انا الفلوس اللي عايزه اطلعها مثلا ينفع ان انا اديها لخالي لانه محتاج وما اديهاش لحد غريب مثلا؟ بس نجاوب على الاولاني عشان نقدر نشوف انت اصلا هتطلعي ولا هتصومي. شكرا يا ام علي. فقط كده مفيش سؤال ثالث الوقت. ماشي هنطلع للكتاب وبعد الكتاب نبدا في الرد على اسئله حضراتكم ان شاء الله تعالى. كتاب قلوب عامره الفكره الاساسيه بتاعته ازاي نعلم الناس كيف يتلى القران الكريم بطريقه يسيره مبسطه على الجميع. احنا بنعتمد في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا فبيبقى فيه بعض الاخطاء فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بنصحح في سورة الإنسان اللي ما قروش المرة اللي فاتت، إن شاء الله يقروا معانا النهاردة. ما زلنا في بداية سورة الإنسان، فيلا مين آخر مرة ما قراش؟ نبتدي. طيب بسارة يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا. جميل. إنا خلقنا الإنسان. القلقلة بقى، أنا عندي القاف أهي في وسط الكلمة والقاف ساكنة، ده معناها إيه؟ إن الحرف أنا عندي ساكن، دي علامة السكون هنا، يبقى القاف عندي لا مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة، يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أهز الحرف. لو ما تهزش اللي هو القلقلة اللي مجموعة في كلمة قد جد. جد القاف والطاء والباء والجيم والدال، فلازم أعمل إيه؟ أهز الحرف عشان يبان حرف معايا ده محتاج كده، محتاج كده عشان يظهر. يبقى خالق خالق.
من نطو نفس حكم الطاء عندكم هنا، يبقى ده حرف ساكن لا مفتوح لا مضموم ولا مكسور، حرف ساكن. وهنا الطاء عندي في وسط الكلمة اهي، هعمل ايه؟ أقلقل، حكمها القلقلة. من نطفة، نطو نطو. من نطفة أم، لازم أبين التنوين. لا يا سارة تاني. لطفة أمشاج يبتليه فجعله سريعا. نفسي هيخلص خلاص، أقف على حتة ينفع أقف عليها، وده بيجي بالإيه؟ بالتدريب، وإن أنا بقعد أقرأ فنفسي وقف. نبتليه فجعلناه، وما أجي أقف بقف على ساكن ولا متحرك؟ ساكن. بقف على ساكن. فجعلناه سميعا بصيرا، تمام؟ بصيرا. جميل جميل. يلا يا شروق. إنا هديناه السبيل إما سبيلة، يبقى أنا حطيت ألف. وإن اللي أنت ابتديتيها أنت عملتيها أنها حرف مؤكد، وهنا الله يتحدث، الله هو الذي يتكلم، هو الذي يقول إنا هديناه، يعني أنا خلقتك أيها الإنسان وأحسنت، أوجدتك الأول من العدم، إحنا كنا عدم فالله أوجدنا وامتن علينا بالنعمة الإيجاد. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مش خلقك بس، ده وجعلك سميع بصير، جعلك أدوات تستقي بيها العلوم والمعارف فتتعلم. فمن هنا قدسية ومكانة العلم في أن الإنسان المؤمن دايما يسعى إلى أنه يعرف في كل المجالات. وبعدين لما أداك أدوات السمع والبصر اللي تستقي بيها العلوم والمعارف، مش سبك كده مع نفسك، ده هديناك ربنا اللي بيقول إنا هديناه السبيل. تاني بقى، إنا إنا هديناه السبيل إما مش سبيلة، سبيلة سبيلة، أنا زودت ألف، ما فيش ألف، دي لام مفتوحة يا شروق. إنا هديناه، إنا هديناه السبيل إما سبيل إما سبيل سبيل، مش سبيلة سبيل، دي لام فتحة مش لام ألف. إنا هديناه، إنا هديناه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافورا. مش كاف، أنت عمالة تزودي ألفات النهاردة يا شوشو. يعني السبيل زودتي ألف، كافورا غير كافورا، الكافور حاجة تانية، إنما كافورا يعني جاحد، مش شاكر لنعمة الله، مش متبع لأوامر الله، فإنسان يكفر النعم. كفورا، كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال، سلاسل وأغلال، سلاسل وأغلال، سلاسل وأغلالا وسعيرا، وأغلالا وسعيرا، وأغلالا وسعيرا. يلا يا شيخ عبد الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أحسنت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بصيرا، بصيرا، مش با، مش با، حزعل يا عبد الله كده. لا يا عبد الله، الباء فتحه ايه؟ قولوا معايا، باء. افتحوا بقكم، هي اسمها فتحه لان انا بفتح بقي وانا بنطق الحرف المفتوح، يبقى باء. با. اسمع، باء، باء، بقي يمين وشمال مفتوح، باء، باء، بعصي،
بصير. قولوا بس المقطع ده. بصي بصي بصيرة بصيرة. كمل يا عبد الله. فجعلناه سميعا بصيرا بصيرا بصير ما تقلبهاش سين بصيرا. احسنت. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أحسنت. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم. الأستاذة ياسمين كانت بتسأل إن أخواتها الاثنين شباب 22 سنة 28 سنة بيشتغلوا، بيجي الوالد بالغصب بياخد منهم نصف أو أكتر من نصف الراتب وبتحصل مشاكل وإلا يطردهم وما يشوفهمش، هما بيحتاجوا نفقات شخصية ليهم. وهي بتقول هو طاردهم دلوقتي وهم زعلانين معاه ومش راضيين يجولوا البيت. البر مطلوب وفي نفس الوقت لا ينبغي لهذا الوالد الكريم فعل ما يفعل، ان انا اغصب ولادي واخد فلوسهم وهم بيساعدوك وبيعاونوك وواقفين معاك عشان انت محتاج، فهم واقفين معاك انما مش بهذه الصوره ان انا اطرد واشرد ويبقى ده اسلوبي في التعامل مع اولادي وتبقى العمليه كلها قائمه على الماديات فقط. النقطه الثانيه دايما مع اذا الانسان بيقابله في حياته ظلم من احد الوالدين او حتى كليهما لابد الانسان يبقى دايما متذكر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتى لو أنا اتظلمت حتى لو أنت اتظلمت تحاول بالحكمة في التعامل معهم نخرج من مثل هذه المواقف، ولابد من حيلة لإصلاح ذات البين يا ياسمين. فتحاولي تكلمي إخواتك أنه ده والدنا وإحنا ما ينفعش يعني ان احنا نهجره او احنا نقاطعه، نصر على وصله ونقول له احنا يا والدي بنساعدك عشان انت محتاج، فاحنا بنساعدك قدر الطاقه برا بك وحفظا لحقك علينا قدر طاقتنا عشان تبقى العمليه فيها سلاسه، ما تبقاش كده بهذا الغصب والاكراه. وانت عليكي دور برضو في الاصلاح ما بين الوالد وما بين هذين الشابين. ربنا يبارك فيكم جميعا ويصلح الاحوال. ست ام علي بتقول ان الدورة الشهرية جاتها في رمضان دلوقتي، فهي بتقول تطلع كام فداء عن هذه الايام او اطعاما عن هذه الايام. انت حالتك وفي سؤالك، انت واحدة بتصومي شهر رمضان اهو وبعدين افطرتي بسبب العذر الشرعي وهو الحيض، فليس عليك سوى قضاء تلك الايام، ليس عليك سوى قضاء تلك الايام، ولا يلزمك لا فدية ولا كفارة، ولا يلزمك لا فدية ولا كفارة. طيب ليه؟ ما انت صايمة الشهر، يعني انت عندك قدرة على الصيام. طب انا عايز ادي لخالي او ولاد خالي او اي حد من القرابة مطلق الصدقة مندوبة،
والأقربون أولى بالمعروف، إذا كان بالذات كانوا أهل احتياج فبيقدموا في الزكاة وبيقدموا في الصدقة التطوعية. مجرد بقى تعبك في رمضان من الصيام ده لا يجيز عدم القضاء، بدليل زي ما قلت لك انك صايمه الايام الاخرى من الشهر الفضيل، وترك الصيام عشان انا قلبي ساعات بيوجعني ده مش بالكلام، يعني لابد ان انا اذهب لطبيب مختص يتم فيه اجراء الفحوصات الطبيه بحيث يبقى فيه فهم للحاله الطبيه بتاعتك، وان كان حقا لا تستطيعين الصيام او في مشقه او في ضرر قد يترتب على ذلك يخبرك الطبيب بهذا الامر، وساعتها يبقى لنا كلام تاني. وهذا المرض ده دائم ولا مؤقت؟ برضو بيبقى لنا كلام تاني. لكن مجرد ان انا بتعب اي تكليف له مشقة، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، بس مشقة نحتملها، لكن مش هتبقى المسألة كده انه يعني لا يشعر الانسان بجهد التكليف اللي هو بيقوم بيه، لا، هناك جهد ولكن نتحمله، ما تبقاش المسألة بهذه الصورة يا أم علي. فلابد من مراجعة الطبيب للبت في مسألة إذا كنت تستطيعين صيام أو يأذن لك الطبيب بذلك أو لا يأذن، أما غير ذلك فأنت عليك القضاء لأنك أنت صمتي بقية الشهر بالفعل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تغفر لنا وأن تتوب علينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا توبة نصوحة تطهرنا بها نفسا وجسدا وروحا، وامحو بها عنا كل خطيئة، واجعلنا في معيتك في كل وقت وحين، واجعلنا يا إلهي من عبادك الأوابين المستغفرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.